هل تطرح أرامكو حصة في نشاط الأنابيب؟ أسترازينيكا تتوسع في مجال الأمراض المناعية وتنفذ استحواذ ضخم وعملة موحدة في كوبا بعد 26 عاماً. أهلاً بكم في الأسواق العربية. أنباء لافتة سمعناها في نهاية الأسبوع من بلومبرغ التي أشارت إلى أن أرامكو السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، وذلك لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار. قالت المصادر إن أرامكو عينت موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة. كانت أرامكو قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، فيما أعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على سابك والتي بلغت قيمتها 69 مليار دولار. وافقت أسترازينيكا على الاستحواذ على أليكسن المتخصصة في علم المناعة والأمراض النادرة في صفقة تبلغ قيمتها 39 مليار دولار. تعد هذه الصفقة الأكبر على الإطلاق لأسترازينيكا، وكذلك الأكبر في قطاع الأدوية والتكنولوجيا البيولوجية خلال هذا العام. تأتي في أعقاب إعلان الشركة أنها قد تؤخر إطلاق لقاحها لفيروس كوفيد-19 للتأكد من أنه فعال بنسبة 90% كما أعلنت سابقاً. تتهيأ كوبا لإنهاء نظامها المالي المزدوج الفريد من نوعه في العالم والساري منذ 26 سنة، والذي يقضي باستخدام عملتين محليتين، حيث تقرر أن تحتفظ الدولة بعملة واحدة فقط اعتباراً من مطلع العام القادم، على أن يتم تحديد سعر الصرف الموحد عند 24 بيزو لكن لكل دولار. وتأتي هذه الخطوة وسط الإصلاحات التي تقوم بها البلاد لتحديث نموذجها الاقتصادي ودعم اقتصاد البلاد.